بالنسبة لهذا السؤال قال لك واش يمكن ليا التجاوز. إجابة رقم واحد نعم، إجابة رقم اثنان لا. ركز معايا مزيان، هنا عندي منعرج، كيبان لي باللي كاين منعرج، ولكن رد البال، واش انت تقدر تتجاوز في منعرج؟ ما يمكنش. علاش؟ حيتاش منين كتبغي تتجاوز هاد السيارة كتحجب عليك الرؤية، ما كتخليكش تشوف شكون اللي جاي في الاتجاه المعاكس. الا ركزتي معايا مزيان في اقصى اليسار كيبان لك خط متقطع، ماشي خط متصل، خط متقطع. هاد الخط المتقطع شنو تيقول لي؟ تيقول لي بلي راه الطريق كدي وكتجيب. اذا الا تجاوزتي انت والخط متقطع يعني غيكون جاي شي واحد غتصطدم به. بمعنى امتى كيمكن لك تجاوز في بحال هاد الحاله؟ الا كان الخط متصل في طريق السيار، الا كان عندي منعرج كنقدر نتجاوز، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن هنا ممنوع عليا نتجاوز. قال لك واش يمكن ليا التجاوز؟ غادي ندير الاجابه رقم 2، غندير الاجابه رقم 2 لا. سؤال